ما يتعلق بفضائل القرآن في كل أبوابه جمعها من أكثر من 70 مصنفا، وهو كتاب محقق في 3 مجلدات بتحقيق الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب. ما المقصود بفضائل القرآن؟ فضائل القرآن أيها الإخوة هي ما جاء في بيان شرف القرآن. سجلوا هذا التعريف لأنه تعريف جامع. فضائل القرآن هي بيان أو ما جاء في بيان شرف القرآن وما يتعلق به وإظهار مزايا سوره وآياته ومنافعها الدنيوية والأخروية. ما جاء في بيان شرف القرآن وما يتعلق به وإظهار مزايا سوره وآياته ومنافعها الدنيوية والأخروية، هذا هو المقصود بفضائل القرآن. فيدخل فيها فضل القرآن نفسه وما يتعلق به، ويدخل فيها أيضا إظهار مزايا سوره وآياته ومنافعها الدنيوية والأخروية، فيدخل فيها ما يتعلق بخواص القرآن كالاستشفاء به ونحو ذلك. ومستند الحديث في فضائل القرآن هو النقل فحسب، النقل فقط، فلا يدخلها الاجتهاد ولا يدخلها القياس، ولا مدخل لأن يتحدث أحد من الصحابة أو من التابعين فيقول من قرأ سورة كذا فله كذا أو من فعل كذا فله كذا. وقد تجرأ بعض من وضع الحديث وكذب على النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى الناس تركوا العناية بالقرآن الكريم واهتموا بالسير والتاريخ، فوضع حديثا ونسبه للنبي صلى الله عليه وسلم وهو كاذب، فقال حدثني فلان عن فلان عن أبي بن كعب عن النقال قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وضع حديثا في فضائل كل سورة. وهذا الحديث حديث موضوع بالاتفاق، وقد يعني نص العلماء على وضعه وكذب راويه. وللأسف الشديد أن هذا الحديث موجود في كتاب الثعلبي الكشف والبيان، وفي كتاب النقاش شفاء الصدور، وفي كتاب الكشاف للزمخشري، وفي كتاب البيضاوي، مع أنه حديث موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني ذكره المحدثون وبالغوا في ذمه. أنواع فضائل القرآن 8 أنواع، يعني يمكن أن نقسم أنواع فضائل القرآن إلى أنواع 8. النوع الأول هو فضائل القرآن من حيث هو كلام الله. فضائل القرآن من حيث هو كلام الله، يعني أقصد من غير تعلقه بالقراءة أو بالقارئ أو بالمكتوب فيه. يدخل فيها فضائل القرآن عموما، يدخل فيها فضل القرآن على سائر الكلام، فضله على غيره من الأذكار، فضله على الكتب السماوية السابقة، كلها تدخل تحت هذا النوع، وهو فضل القرآن من حيث هو. وهذا كثير من الأحاديث التي وردت في كتاب 40 القرآنية من هذا النوع، عن فضل القرآن من حيث هو. والقسم الثاني فضائل أهل القرآن وحملته، فضائل أهل القرآن وحملة القرآن، ويدخل تحته فضلهم عموما، مدحهم والثناء عليهم ما ورد في ذلك، فضلهم في الدنيا كتقديمهم في إمامة الصلاة، وتقديمهم في إمارة الجيش، وتقديمهم في اللحد، واليوم تقديمهم في القبول في الجامعة، وتقديمهم في الخروج من السجن وغير ذلك. هذه كلها تدخل في فضائل حملة القرآن. القسم الثالث فضائل قراءة القرآن وتلاوته، هذا القسم الثالث فضائل قراءة القرآن وتلاوته، ويدخل تحته أنواع كثيرة، كفضل قراءته نظرا من المصحف، فضل قراءته عن ظهر قلب، فضل الترتيل في القراءة، فضل حسن الصوت بالقراءة،
فضل الماهر بالقرآن والمتتعتع به، وسيأتي معنا. فإذا هذا يدخل في فضل أهله وحملته. والقسم الرابع الفضائل المتعلقة باستماع القرآن، ويدخل فيها فضل استماع القرآن عموما، فضل من استمع إلى آية، فضل البكاء والخشوع عند استماع القرآن، كلها تدخل في فضل استماع القرآن الكريم. والنوع الخامس أو القسم الخامس هو الفضائل المتعلقة بالعلم به والعمل به. فضائل المتعلقة بالعلم بالقرآن والعمل بالقرآن، ويدخل فيها فضل تعلم القرآن وتعليمه، ويأتي معنا إن شاء الله حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، هذا يدخل تحت هذا القسم. وفضل تعلمه في الشبيبة يعني في الصغر، وفضل تعلمه بعد صلاة الصبح قد ورد فيه آثار أيضا، وفضل تعلم 10 آيات، وفضل تفسير القرآن ونحو ذلك، كلها تدخل تحت هذا القسم من الأقسام، القسم الخامس. القسم السادس هو الفضائل المتعلقة بكتابته والمتعلقة بالمصاحف، استحباب عظم الكتابة وكراهة صغرها عند كتابة المصحف، ألا يكتب بخط صغير، ألا يكتب في ورق صغير ودقيق، ورد في ذلك. النهي عن كتابته على حجر أو مدر، أيضا ورد النهي عن مسه للمحدث، النهي عن السفر به إلى أرض العدو ونحو ذلك، كلها تتعلق بالفضائل المتعلقة بكتابته والمتعلقة بالمصحف. والقسم السابع الفضائل المتعلقة بسور القرآن، متعلقة بالسور، والسور التي ورد بشأنها فضائل تنقسم قسمين. قسم الأول أن يرد فضل لسور مجموعة مع بعضها، مثلا فضل السبع الطوال، فضل الزهراوين البقرة وآل عمران، فضل البقرة وآل عمران والنساء، فضل السور المسبحات، فضل المفصل، وهكذا. هذا النوع الأول. النوع الثاني أن الفضائل التي وردت في السور خاصة، كفضل سورة الفاتحة، فضل سورة البقرة، فضل سورة ياسين، سورة الملك، الإخلاص، الفلق، الناس، وهكذا. هذه الفضائل المتعلقة بالسور. والنوع الأخير اللي هو النوع الثامن أو القسم الثامن هو الفضائل المتعلقة بآياته، وهي تنقسم أيضا إلى قسمين كالسور. آيات جاءت أحاديث وآثار في فضلها مجتمعة، مثل من قرأ كذا آية فله كذا، مثلا من قرأ كذا آية، أو من قرأ 10 آيات من سورة الكهف، من قرأ 100 آية، من قرأ 300 آية، ورد فيها أحاديث. والنوع الثاني آيات محددة بسورة معينة، وهذا النوع كثير، مثلا الأحاديث التي وردت في الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة، الأحاديث التي وردت في 10 آيات آخر 10 آيات من سورة آل عمران وفضلها، آخر سورة الحشر من قوله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، هذه الآيات ورد في فضلها أحاديث وآثار. ونوع آخر من النوع الثاني هو الآيات التي ورد فيها أحاديث على انفراد، مثل فضل آية الكرسي، هذه ورد في آية واحدة، فضل آية الكرسي، وفي قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، أيضا ورد فيها قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء لآخره الآية، أيضا ورد في فضلها. ويعني هذه يعني ورد فيها أحاديث وآثار كثيرة، ولذلك القسم الأخير اللي هو السابع والثامن أكثر كتب فضائل القرآن تدخل، يعني كتبت فيه فضائل سور القرآن وآيات، يأخذ السور سورة سورة وما ورد في فضلها، وتحت كل سورة يذكر الفضائل التي وردت للآيات التي وردت في هذه السورة. واضح يا شباب؟ إذن هذا يعني كمقدمة أيها الإخوة تتعلق بالفضائل وأنواعها. كتاب 40 القرآنية اشتمل على فضائل للقرآن الكريم من حيث هو، وفضائل لقارئه، وفضائل لاستماعه للعمل به ونحو ذلك. وسوف يأتي معنا إن شاء الله التفصيل في هذه الأحاديث بإذن الله تعالى. وطبعا الوقت ضيق معنا أيها الإخوة، فلعل سنستعرض كل حديث
بشيء من الاختصار إن شاء الله تعالى. فنبدأ على بركة الله في الحديث الأول يا فضيلة الشيخ عبد العزيز من فضل القرآن الكريم وعظمته. عن زيد بن أرقم في حديث طويل منه: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. أخرجه مسلم. هذا الحديث الأول حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث طويل. وهذا الحديث له روايات كثيرة، وهو مشهور عند المحدثين بحديث غدير خم. وهذا الحديث مشهور جدا، وكتبت فيه أجزاء وشرحه المحدثون وأطالوا فيه. لماذا؟ لأن هذا الحديث فيه حديث عن فضائل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أخذ الرافضة هذا الحديث وزادوا فيه، وزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى فيه لعلي ابن أبي طالب بالخلافة بعده، ولذلك اهتموا بهذا الحديث. لكن هناك جزء مهم من هذا الحديث يتعلق بالوصية بكتاب الله، هذا هو الجزء الذي معنا. والحديث عن هذا الحديث في أربع مسائل. المسألة الأولى، كرمك الله يا شيخ، مسألة التعريف براوي الحديث زيد بن أرقم رضي الله عنه، وهو الصحابي الجليل زيد بن أرقم ابن زيد ابن قيس النعمان أبو عامر رضي الله عنه. وزيد بن أرقم رضي الله عنه يعتبر من صغار الصحابة رضي الله عنهم، لأنه لما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد كان صغيرا، فلم يجزه النبي صلى الله عليه وسلم وأرجعه يوم أحد. وكانت أول مشاهده التي شهدها مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق، يعني كبر قليلا فشارك في غزوة الخندق. وقد شارك في 17 غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وله أحاديث كثيرة. وقصته كما تذكرون في نزول سورة المنافقين مذكورة في الصحيح، قصة زيد بن أرقم التي بسببها أنزلت سورة المنافقين قضية مشهورة. وقد مات رحمه الله سنة 66 من الهجرة في الكوفة رضي الله عنه وأرضاه، فهو من الصحابة الذين استقروا في آخر عمرهم في الكوفة في العراق. المسألة الثانية هي مسألة الألفاظ الغريبة في الحديث، قوله: تركت فيكم ثقلين، قال: وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله، وذكر بعدها قال: وأهل بيتي. ما المقصود بالثقل أو الثقلين؟ قال العلماء: طبعا الثقل هو الشيء الثقيل الذي وزنه ثقيل، والمقصود بأنه وصف القرآن الكريم بأنه ثقيل لمكانته العظيمة، لكبير شأنه، لعظمه، لثقل العمل به، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، أي ثقيل العمل به. من أراد أن يعمل بالقرآن الكريم كما ينبغي فهو لا شك ثقيل. والمقصود بأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث هم نسل النبي صلى الله عليه وسلم وعصابته الأدنين. ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخلف أولادا ذكورا عليه الصلاة والسلام، وقد مات أبناؤه الذكور في حياته، رزق بإبراهيم وبالقاسم، ورزق بالبنات، تزوج عثمان بن عفان رضي الله عنه منهن ثنتين، وتوفوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله، نعم، لكن كلهم ماتوا في حياته عليه الصلاة والسلام. ولم يبق بعد النبي صلى الله عليه وسلم من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم إلا
فاطمة بنت محمد، وتوفيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بوقت وجيز وعمرها 28 سنة، وبقي من أبناء فاطمة الحسن والحسين أبناء علي بن أبي طالب، ولذلك كل ذرية التي تنتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم هي من هذين السبطين فقط. ولاحظوا يعني كم حدث الآن من الفتنة بسبب هذه الذرية، وانشقت الشيعة بحجة تعظيم آل البيت، ووقع ما وقع. كيف لو كان بقي من أبناء النبي صلى الله عليه وسلم ولد ذكر وكان له نسل؟ فلحكمة عظيمة لم يبقى من أبناء النبي صلى الله عليه وسلم من الذكور أحد. ولذلك أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم أزواجه، هم من أهل بيته، وأبناؤهم هم من أهل بيته، وقرابته الأدنين المؤمنين علي بن أبي طالب، جعفر بن أبي طالب، العباس بن عبد المطلب، كل هؤلاء الذين آمنوا من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم ومن أقاربه الأدنين فهم من أهل بيته. ولذلك الذين يقولون أن آل البيت لا يدخل فيهم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فهذا غير صحيح، بل زوجاته هم من أولى الناس بالدخول في أهل بيته عليه الصلاة والسلام. المسألة الثالثة معنى الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى في هذا الحديث بوصية عظيمة، وهي التمسك بالقرآن الكريم، والمقصود بالتمسك بالقرآن الكريم التمسك بما دل عليه القرآن الكريم من المعاني وما ورد فيه من الهدى ومن النور. والله سبحانه وتعالى قد وصف القرآن الكريم في مواضع كثيرة بأنه هدى، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين في مواضع كثيرة، وقال الله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، هدى للناس، ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون، وغيرها من الآيات التي تنص على أن القرآن الكريم هو كتاب هداية، كتاب هداية، نحن نقرأه ونحفظه ونلتمس ما فيه طلبا للهداية بالدرجة الأولى، فهو كتاب يهدي الناس إلى الله، يهديهم إلى الحق في الدنيا ويهديهم إلى الحق في الآخرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله وسنتي، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي وحيه الآخر أيضا، فكل ما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وورد في السنة النبوية وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو من الوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. بل هذه المسألة يا شباب من أهم المسائل التي أريد أن تنتبهوا لها، ما ورد في القرآن وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو كما ورد في القرآن، ما ورد في السنة كما ورد في القرآن. والذين يريدون أن يفرقوا اليوم يقولون نحن لسنا في حاجة إلى السنة النبوية، يكفينا القرآن، فهذا كفر بالقرآن نفسه. وقد احتج الإمام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، احتج بهذه الآية على أن السنة النبوية كلها تدخل تحت القرآن، ولا يمكن أبدا أن تفهم الإسلام ولا تفهم القرآن إلا بالسنة النبوية. ويكفيكم أركان الإسلام الأربعة، الصلاة والزكاة والحج والصيام، وردت مجملة في القرآن ووردت مفصلة في السنة، لو اكتفيت بالقرآن فقط لما استطعت أن تصلي ولا تصوم ولا تحج ولا تزكي، لأنك ما تعرف التفاصيل. القرآن يقول وأقيموا الصلاة، لكن في السنة حدد لك مواقيتها وركعاتها وكيفياتها وسننها وواجباتها، فهذا لا يمكن أبدا أن يستقيم الإسلام أيها الإخوة إلا بالسنة. فكل من تمسك بهذه الوصية كان على الهدى، ومن تركها ضل عن طريق الحق. لذلك وصية النبي صلى الله عليه وسلم متى كانت يا ترى هذه القصة؟ كانت يوم 18 كما يذكر المحدثون، يوم 18/12 في السنة العاشرة من الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم في طريق عودته من الحج
السنة العاشرة للهجرة. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بأهل بيته، وعندما سئل زيد بن أرقم ومن أهل بيته يا زيد، قال أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال زيد نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال ومن هم؟ قال هم آل علي ابن أبي طالب، وآل عقيل ابن أبي طالب، وآل جعفر ابن أبي طالب، وآل عباس ابن عبد المطلب. كل هؤلاء حرمت عليه الصدقة، وهي قد حرمت على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أورد العلماء هذا الحديث في فضائل أهل البيت، وشرحوه في دواوين السنة شرحا مطولا، لما ذكرت لكم من تعلق المبتدعة بهذا الحديث تعلقا شديدا. المسألة الأخيرة من مسائل التعليق على الحديث هي أبرز الفوائد التي اشتمل عليها هذا الحديث. الفائدة الأولى حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، ولذلك أوصاهم، لأنه كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعش بعد هذا الحديث إلا تقريبا 3 أشهر أو أقل من 3 أشهر، فهو جمعهم في هذا الموقف. ويذكر العلماء أن هذا الموقف قد شهده أكثر من 100,000 من الصحابة رضي الله عنهم، في منطقة تسمى غدير خم بين مكة والمدينة، منطقة فيها غدير ماء، وقف الصحابة عنده واجتمعوا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم خطيبا. وقيل أن هذا الغدير نسب إلى رجل صائغ مشهور عند كان اسمه خم، فنسب هذا الغدير إليه فقيل غدير خم. والشيعة يحتفلون بهذا التاريخ بهذا اليوم، كما ذكر في التاريخ أن أول من ابتدعه هو المعز الفاطمي في القاهرة في سنة 352 هجرية، فأمر بالاحتفال بيوم غدير خم، ولا زالوا يحتفلون به إلى اليوم. الفائدة الثانية ضرورة التمسك أيها الإخوة بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وردت هذه الوصية للنبي نفسه قبل أن يوصي بها أمته، قال الله فاستمسك بالذي أوحي إليك، استمسك بالذي أوحي إليك، استمسك فيها إشارة إلى شدة التمسك، وفيها إشارة إلى أنك سيعترضك من الفتن ما ربما يحاول أن يجعلك تترك هذا التمسك، كما قال الله تعالى في آية فلولا ولقد كدت تركن إليهم شيئا، فلولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فإذا هذه وصية عظيمة من نبينا صلى الله عليه وسلم في موقف شهده جمع كبير من الصحابة الكرام رضي الله عنهم، فيهم أبو بكر وفيهم عمر وفيهم عثمان وفيهم علي وفيهم عدد ضخم جدا من كبار الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا التمسك أيها الإخوة عصمة بإذن الله سبحانه وتعالى من الفتن. النقطة الثالثة وصية النبي صلى الله عليه وسلم بأهل بيته والعناية بهم، وفي هذا تنبيه أيها الإخوة إلى عدم التعرض لآل البيت وتوقيرهم واحترامهم بكل ما تعني كلمة التوقير والاحترام. وهنا أقول أيها الإخوة أنه ينبغي علينا معشر أهل السنة أن نوقر آل البيت وأن نحترمهم وأن نجلهم، حتى لا يظن الناس أن أهل السنة والجماعة لا يحبون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بل نحن والله أشد حبا لهم من الشيعة ومن هؤلاء المبتدعة، ولكننا على محبتنا لهم لا نغلو فيهم، نحن لا نغلو في حب النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن آل بيته، لكنه ينبغي علينا أن نعطيهم حقهم ونوقرهم، لأننا أصبحنا لما ظهرت الشيعة والرافضة أصبح هناك فرقة ظهرت وهي قد انقرضت، وهي من يسمونهم النواصب، الذين رأوا المبالغة في التعلق بآل البيت والغلو فيهم فاتخذوا موقفا معادي مناقضا، وهو بغض آل البيت. والصواب والصحيح عند أهل السنة هو محبتهم وتوقيرهم، توقيرا لمن يمتون إليه بصلة وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فمحبتنا لهم من محبتنا له عليه الصلاة والسلام. الحديث الثاني عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي لفظ إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه.
أخرجه البخاري. هذا الحديث حديث مشهور وحديث عظيم صحيح، رواه الإمام البخاري، واللفظ له الذي ذكره الشيخ ناصر هنا. وفي هذا الحديث أيضا أربع مسائل. الصحابي الجليل الذي روى هذا الحديث هو عثمان بن عفان، والذي أخرج يعني رواه عن عثمان هو عبد الله بن حبيب السلمي، أبو عبد الرحمن السلمي المشهور. وعثمان رضي الله عنه عندما أرسل المصحف الذي جمعه في عهده عمر رضي الله عنه، عثمان جمع المصحف كما تعلمون الجمع النهائي سنة 25 هجرية، ونادى عبد الرحمن رضي الله عنه رحمه، كان عمره 18 سنة تقريبا، شاب يعني في أسناننا 18 سنة، وقال له اذهب بهذا المصحف إلى الكوفة. فبقي أبو عبد الرحمن السلمي يقرأ القرآن من ذلك التاريخ حتى توفي، أكثر من 40 سنة. وقال رحمه الله هذا الحديث هو الذي أجلسني في مجلسي هذا منذ 40 سنة. هذا رهيب الحديث هذا، ورائع جدا ومهم. فإذا عثمان بن عفان رضي الله عنه هو الذي روى هذا الحديث، وهو أحد الخلفاء الأربعة المشهود لهم، وسمي بذي النورين لأنه تزوج ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم رقية، ثم لما ماتت تزوج أم كلثوم رضي الله عنهم أجمعين. وقد ولد بعد النبي صلى الله عليه وسلم بست سنوات، وتوفي رحمه الله وعمره 82 سنة، وهو أطول الصحابة أطول الخلفاء مدة، فقد بقي خليفة 12 سنة، وهو من أعظم الأمة الذين يعني لهم شأن، فضائله كثيرة جدا رضي الله عنه وأرضاه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويجله ويستحي منه، وهو الذي جمع القرآن، وهذه من أعظم فضائله، جامع القرآن عثمان بن عفان، ونسب الرسم العثماني إليه، فقيل الرسم العثماني، فرضي الله عنه وأرضاه. توفي رحمه الله سنة 35 من الهجرة، وقد كتبت في سيرة عثمان رضي الله عنه مؤلفات، وأظن الدكتور الصلابي ما كتب فيه كتابا في طبعته أظن في دار الميمان، أليس كذا؟ لا، لم يطبع في الميمان. أيضا أنا أنصحكم بقراءة ما كتبه الدكتور علي الصلابي في ترجمة عثمان بن عفان رضي الله عنه. ومن الأهمية بمكان يا شباب القراءة في تراجم الصحابة الكرام رضي الله عنهم، هؤلاء هم أجل الأمة وأبرها وأصدقها، وسيرهم مدرسة. وإذا قرأتم سيرهم في مثل سير أعلام النبلاء وفي الإصابة لابن حجر العسقلاني وفي الكتب التي صنفت عنهم للدكتور علي الصلابي وللدكتور حامد الخليفة ونحوهم من الموثوقين، ستزيد يعني تزداد محبتكم لهؤلاء القدوات رضي الله عنهم. المسألة الثانية في شرح الحديث أيها الإخوة، قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم هنا بمعنى أفضلكم وأعلاكم وأكرمكم، هم من تعلموا القرآن وعلموا، هذا معنى قوله خيركم. وأصلها عند العرب كلمة خير هي أصلا أخير، لكن العرب لكثرة استخدامهم لها حذفوا الهمزة، فلم يقولوا فلان أخير من فلان، وإنما يقولون فلان خير من فلان. وكذلك لا يقولون فلان أشر من فلان، وإنما يقولون فلان شر من فلان، فاستبعدت الهمزة من هذين الصيغتين خير وشر، وهما أخير وأشر، وإلا فهي صيغتهما أفعل على وزن أفعل التفضيل. قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أي خير المتعلمين والمعلمين من كان تعلمه للقرآن وتعليمه للقرآن، فكأن هذه الخيرية هنا في جانب التعليم والتعلم، لأنه ورد في أحاديث أخرى خيركم لأهله، ففي هذا الجانب الاجتماعي خيركم لأهله، في جانب العلم والتعليم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، لذلك معلم القرآن الكريم هو أشرف المعلمين. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. أخرجه الترمذي. نعم، هذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه هو من أشهر الأحاديث في فضل قراءة القرآن الكريم وتحديد المقصود بالحرف، وأن المقصود به حرف الهجاء. فالحديث كما ذكر الشيخ وقال عنه الإمام الترمذي حسن صحيح، والإمام الألباني رحمه الله أخرجه في سلسلة الأحاديث الصحيحة. عبد الله بن مسعود هو عبد الله بن مسعود ابن غافل الهذلي، وهو من أقدم الصحابة إسلاما، حتى أنه كان سادس ستة. يقول أنني كنت يوما كنت سدس الإسلام، يعني هو سادس ستة دخلوا الإسلام، فهو من السابقين الأولين كبار الصحابة رضي الله عنهم، وهو أول من جهر بالقرآن في مكة. وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يقرأ القرآن غضا كما نزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد الله بن مسعود. ففضله عظيم رضي الله عنه، وفضائله كثيرة. توفي سنة 32 للهجرة، فهو متقدم الوفاة رضي الله عنه وأرضاه. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية قوله: الحسنة بعشر أمثالها، من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. أولا الحرف، الحرف يطلق في اللغة العربية ويقصد به حرف الهجاء، الألف باء تاء ثاء جيم. ويطلق الحرف ويقصد به حرف المعنى، مثل حتى، إلى، عن، على، هذا حرف. ويطلق الحرف ويقصد به الكلمة. ويطلق الحرف أحيانا ويطلق به يقصد به الكلمة كاملة، قصيدة. فيقال مثلا حرف لبيد أو حرف زهير قصيدة. هنا في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أقول ألف لام ميم حرف، يعني ليست كلمة، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فلك أن تتصور إذن كل حرف تقرأه لك به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. كم عدد حروف القرآن الكريم؟ اضربها في عشرة وعليك الحساب. هذا فضل عظيم أيها الإخوة، ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لقارئ القرآن. ولذلك يقول الإمام الشوكاني: الحديث فيه التصريح بأن قارئ القرآن له بكل حرف منه حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. ولما كان الحرف فيه يطلق على الكلمة المتركبة من حرف، أوضح النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد هنا الحرف البسيط المنفرد للكلمة، يعني حرف الهجاء. وهذا أجر عظيم وثواب كبير ولله الحمد. ولا شك هذا الحديث فيه الحث على الإكثار من قراءة القرآن، وعلى أن قراءة القرآن أيضا سبب لمضاعفة الأجر، الحسنة بعشر أمثالها. ولذلك لاحظوا الآن، اقرأوا كم عدد آيات سورة، عدد حروف سورة الفاتحة ونحن نقرأها ولله الحمد في كل ركعة، اضربها في عشرة وانظر إلى فضل الله سبحانه وتعالى العظيم الذي جعله لقارئ القرآن الكريم. ولا يوجد كتاب على وجه الأرض لقارئه من الفضل مثل ما لهذا القرآن العظيم. عن طلحة رضي الله عنه قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى: أوصى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لا. فقلت: كيف كتب على الناس الوصية أمروا بها ولم يوصي؟ قال: أوصى بكتاب الله. أخرجه البخاري ومسلم. هذا الحديث عن طلحة ابن مصرف رضي الله عنه قال: سألت عبد الله ابن أبي أوفى رضي الله عنه: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم أوصى؟ فقال: لا. فقال: فقلت: كيف كتب على الناس الوصية أو أمروا بها ولم يوصي؟
يعني الله سبحانه وتعالى يقول: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية، ثم ذكر. فإذا يقول كيف يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر أو يعني لنا أن ينبغي على المرء أن يوصي وأنها كتبت عليه وهو لم يوصي. ولذلك كأنه هو يقول: هل أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بمال؟ النبي صلى الله عليه وسلم ترك وصية بمال؟ فقال له عبد الله بن أبي أوفى: لا. أولا المسألة الأولى، الصحابي عبد الله بن أبي أوفى الذي روى الحديث هو علقمة، هو عبد الله بن أبي أوفى، وابن أبي أوفى هذا اسمه علقمة ابن خالد بن الحارث الأسلمي، وهو من شهد صلح الحديبية وبيعة الرضوان مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أصحاب الشجرة رضي الله عنه الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. قال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. هذا منهم رضي الله عنه وأرضاه، وقد نزل في الكوفة في آخر عمره وتوفي بها سنة 86 من الهجرة رضي الله عنه في خلافة عبد الملك بن مروان، وقيل أنه هو آخر من مات من الصحابة في الكوفة. قوله هنا هل كان النبي أوصى أو لا، يعني هكذا أطلق الجواب، قال: لا، لم يوصي. فكأنه فهم من السؤال أنه وقع السؤال عن وصية خاصة بالمال، فقال مثلا: أوصى بماله أن يكون لفلان أو لي، قال: لا. وأيضا قد سئل علي: هل اختصكم رسول الله يا أهل البيت بشيء؟ قال: لا، لأنه أثبت بعد ذلك أنه أوصى بكتاب الله. فإذا هو المقصود كان عن الوصية بمال أو بشيء خاص. وقوله هنا: أو أمروا بالوصية، يعني كيف أنه أمر بالوصية أو أمروا بالوصية، شك من الراوي، يعني هي كيف كتب على المسلمين الوصية والنبي لم يوصي؟ فقال: نعم، إذا كان له مال أو له أراد أن يوصي فيه فنعم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له مال يوصي به. فقد أخرج ابن حبان أيضا من طريق ابن عيينة عن مالك بن مغول بلفظ يزيل الإشكال في الحديث، وهو: سئل ابن أبي أوفى، شوفوا هذه الرواية الثانية، هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما ترك شيئا يوصي فيه، يعني من المال. قيل: فكيف أمر الناس بالوصية ولم يوصي؟ قال: أوصى بكتاب الله. لاحظوا يا شباب ما هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما ترك شيئا يوصي فيه، قال: أوصى بكتاب الله. لاحظوا يا شباب وصية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ذكرها الله لنا في القرآن الكريم، قال: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بالقرآن وأوصانا بآل بيته كما في الحديث الأول. انظروا إلى وصايا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام توقفوا عندها. وقوله هنا قال النووي: فلم يبق عند النبي صلى الله عليه وسلم شيء يوصي به من الجهة المالية، وأما الوصايا بغير ذلك فلم يرد ابن أبي أوفى نفيها، لأنه قال: أوصى بكتاب الله. والوصية بكتاب الله والإخوة هو التمسك به، العمل بمقتضاه، وقد قال الله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، فمن استمسك بالقرآن الكريم فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقد اقتصر ابن أبي أوفى هنا بالوصية بكتاب الله لأنها يدخل تحتها كل الوصايا الأخرى. آخر مسألة، مسألة فوائد الحديث أيها الإخوة، اهتمام الصحابة رضي الله عنهم على تتبع أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه سأل هل أوصى رسول الله بشيء حتى يستجيب لها. أهمية الوصية بالكتاب والسنة، الوصية بكتاب الله عز وجل أعظم الوصايا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم خصها هنا، قال: نعم، أوصى بكتاب الله. وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في الأحاديث السابقة وفي هذا الحديث، أن تعلم القرآن والعناية بالقرآن هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم. فمن اعتنى بالقرآن يا شباب، حفظه، راجعه، أتقنه، علمه، عمل أي عمل يخدمه، فهو وصية النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم كان يوصيهم النبي صلى الله عليه وسلم بطلاب العلم خيرا، فإذا جاء طلاب العلم إلى الصحابة قالوا: مرحبا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الثامن حديث أبي ذر رضي الله عنه. وأبو ذر رضي الله عنه هو صحابي الجليل
جندب ابن جنادة الغفاري رضي الله عنه، وقد تقدم إسلامه فكان رابع أربعة، يعني هو رقم أربعة. قيل أنه بعد خديجة وأبي بكر وعلي ثم هو ثم عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم جميعا وجمعنا بهم في جنات النعيم. تأخرت هجرته مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يشهد بدرا، فاتته ومناقبه كثيرة، وقد مات في خلافة عثمان رضي الله عنه وحيدا، مات وحيدا رضي الله عنه سنة 32 هجرية. الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال له أبو ذر: يا رسول الله أوصني. قال: أوصيك بتقوى الله فإنه رأس الأمر كله. وهذه وصية الله أيضا: ولقد وصينا الذين من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم. قال: قلت: يا رسول الله زدني. قال: عليك بتلاوة القرآن وذكر الله، فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. وفي رواية عند الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن، يعني قدم الذكر على تلاوة القرآن. وفي حديث أبي ذر: قدم تلاوة القرآن على الذكر. تقديم تلاوة القرآن على الذكر يكون من تقديم الخاص على العام، صح؟ لأن تلاوة القرآن من الذكر. وفي حديث أبي سعيد الخدري: عليك بذكر الله وتلاوة القرآن، يصبح من تعطف الخاص على العام. قال: فإنه روحك في السماء وذكرك في الأرض. إذن هنا أبو ذر رضي الله عنه طلب الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أوصيك بتقوى الله، قال: زدني يا رسول الله، قال: أوصيك بتلاوة القرآن وذكر الله، فإنه ذكر لك ونور لك في الدنيا وفي الأرض وفي السماء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بتقوى الله فإنه رأس الأمر كله، يعني أساسه وأصله. أساس فإنه رأس الأمر أي أساسه وأصله. ومن فوائد الحديث الوصية بتقوى الله عز وجل، وهذه كما قلنا وصية الله، وصية أنبيائه عليهم الصلاة والسلام، ووصية نبينا صلى الله عليه وسلم في أكثر من موضع، وكان كثيرا ما يوصي بها في الخطبة كما في حديث العرباض بن سارية وغيره. ولاحظوا أيضا هنا في الوصايا الفردية يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بتقوى الله، وفي الوصايا الجماعية كذلك. الوصية الثانية أو الفائدة الثانية: الحث على تلاوة القرآن الكريم والإكثار من ذلك. نحن الآن في شهر شعبان، وسوف يأتي شهر رمضان، وتعلمون شهر رمضان يكثف الناس تلاوة القرآن الكريم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذه الأحاديث واضحة وجلية في الأمر بالإكثار من تلاوة القرآن الكريم مطلقا في كل وقت. قال عليه الصلاة والسلام: فإنه نور للإنسان في الأرض وذخر له عند الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا الحديث عن واثلة ابن الأسقع رضي الله عنه يدخل في النوع الذي فيه فضائل السور المتعددة، السبع الطوال المفصل. وهذا رواه الإمام أحمد في مسنده، وحسنه الألباني والشيخ شعيب الأرناؤوط رحمهم الله جميعا. الصحابي الجليل واثلة ابن الأسقع ابن كعب ابن عبد مناه أسلم قبل معركة أو غزوة تبوك، وشهدها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أهل الصفة من زملاء أبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين. ولو رجعتم إلى تاريخ أهل الصفة في كتب السنن، وهناك كتب عنها وبحوث، لرأيتم عجبا أن أكثر ما حفظ العلم عن طريق هؤلاء، فقد حفظ الله بهم علم النبي صلى الله عليه وسلم بشكل عجيب. ولما قيل لأبي هريرة: أكثرت يا أبا هريرة، يعني زودتها في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، وقد كان يشغلكم الصفق بالأسواق، وكنت ألزم النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطني فحفظت ما لم يحفظوا. ونحن دائما نقول أن أبا هريرة رحمه الله ورضي عنه يعني روى 5400 أو 5734 حديث أو كذا. نعم، لكن الصحيح أنه لم يروي إلا تقريبا 1400 1500 حديث فقط.
نعم، لأن هذا الرقم الذي يذكر بالمكرر وبالطرق. ولذلك رأيت من حرر هذا الموضوع تحريرا جيدا وهو الدكتور عبد الحكيم الأنيس في بحث جيد حقيقة عن هذا الموضوع، ويقول تتبعت كل مروياته وجدت أنها لا تزيد عن هذا العدد، يعني لا يصل 2000، 1000 وكذا. نعم، وقد توفي رحمه الله يعني سنة 83 اللي هو واثلة بن الأسقع، توفي سنة 83 أيام خلافة عبد الملك بن مروان، وهو ابن 105 سنين، وكان آخر من مات من الصحابة في دمشق رضي الله عنه. المسألة الثانية، غريب الحديث قوله السبع الطوال. النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث كأنه يقول أعطيت مكان التوراة السبع الطوال، وأعطيت مكان الزبور المئين، وأعطيت مكان الإنجيل المثاني. فكأنه عليه الصلاة والسلام يشير إلى الكتب السماوية التي سبقته، كتاب التوراة الذي أنزل على من؟ على موسى، وكتاب الزبور الذي أنزل على داود، وآتينا داود زبورا، وكتاب الإنجيل الذي أنزل على عيسى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كأن هناك من قال يعني أراد أن يرجع إلى هذه الكتب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أغنانا الله عن هذه الكتب بما آتانا من القرآن، فأوتيت مكان التوراة السبع الطوال. والسبع الطوال هي السبع الطوال من سور القرآن الأولى بعد الفاتحة، البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام. قال وأعطيت مكان الزبور المئين، وهي السور التي عدد آياتها 100 آية تزيد قليلا أو تنقص قليلا. وأعطيت مكان الإنجيل المثاني، وهي ما دون ذلك، السور التي تثنى بكثرة. وفضلت بالمفصل، والمفصل الصحيح أنه يبدأ من سورة قاف إلى نهاية القرآن. وقوله أعطيت هنا يعني أعطيت بدل ما في التوراة بكذا، وأعطيت بدل ما في الزبور بكذا إلى آخره. وفي هذا دلالة يا شباب على أن القرآن الكريم جاء مهيمنا ناسخا للكتب التي سبقته تماما، فليس بنا إليها حاجة، ليس لنا بها حاجة أبدا مطلقا، ولو لم نطلع عليها لم يفتنا أي شيء. ولكن بعض المفسرين قد رجع إليها لتوسيع بعض المعلومات التاريخية الموجودة في القرآن الكريم فقط. ولذلك يقول هنا الحافظ ابن رجب والقرآن ينقسم إلى السبع الطوال، وهي البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، يونس. قاله ابن عباس وسعيد بن جبير وغيرهما. قال وإلى المئين، وهي ما كان من السور وعدد آياته 100 آية أو يزيد أو ينقص شيئا. هذا كلام ابن رجب. والمفصل أوله الحجرات على الأشهر، ولكن أكثر الناس على أنه من قاف وليس من الحجرات. والمثاني وهو ما عدا ذلك. وقد سأل ابن عباس عثمان فقال ما حملكم، يوم جمعتم المصحف يعني، ما حملكم على أن عمدتم إلى براءة وهي من المئين 126 آية، وإلى الأنفال وهي من المثاني 75 آية، فجعلتموها في السبع الطوال الحديث. فهذا يشرح لك ماذا يقصد بالمئين وماذا يقصد بالمثاني. وقد جعل قوم الأنفال وبراءة من السبع الطوال بناء على أنهما سورة واحدة، ولكن القول الذي جعل يونس أولى مما جعل الأنفال وبراءة. ويعني فوائد الحديث مرت معنا، يعني أن القرآن ناسخ لما سبقه، وأن تنقسم سور القرآن إلى السبع الطوال وإلى المئين وإلى المثاني بتقسيم النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. فالتقسيم لهذه السور بهذه الطريقة هو تقسيم نبوي وليس اجتهادي من الصحابة رضي الله عنهم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء وكتابه خاتم الكتب السماوية. نعم، حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه وقد مر معنا، يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو جعل القرآن في إهاب ثم ألقي في النار ما احترق. والإهاب هو الوعاء، كانوا يسلخون جلد الشاة ثم يجعل وعاء
كما يسلخ أيضا جلد الأرنب مثلا ويوضع وعاء، ومنه عكة السمن، والعكة التي يوضع فيها لا هي في الحقيقة هي يهاب دبغ واستعمل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو وضع القرآن في إهاب ووضع في النار ما احترق. فهمه الصحابة رضي الله عنهم أو العلماء على أن المقصود به قلب المؤمن الذي وعى القرآن، أن المقصود بذلك قلب المؤمن وجوفه الذي وعى القرآن وحفظه. قال أبو عبيد القاسم بن سلام وجه هذا عندنا أن يكون أراد بالإهاب قلب المؤمن وجوفه الذي قد وعى القرآن، ذكر ذلك في كتابه فضائل القرآن. وقيل معناه أن من حمل القرآن وقرأه لم تمسه النار، وقيل معناه لو صور وجعل في إهاب القرآن وألقي في النار ما أحرقته ببركة القرآن الذي فيه. وقد اعترض بعضهم على ذلك بأدلة حرق المصاحف، وأن المصحف لو تعرض للحرق لاحترق كما يحدث قديما ويحدث اليوم، المصاحف التالفة وكذا تحرق وتحترق. لكن أجاب عليه ابن قتيبة رحمه الله في كتابه تأويل مختلف الحديث، له كتاب بهذا العنوان، قال سألت الأصمعي، يقول حدثني يزيد بن عمرو قال سمعت سألت الأصمعي عن هذا الحديث فقال يعني لو جعل القرآن في إنسان ثم ألقي في النار ما احترق. وأراد الأصمعي أن من علمه الله تعالى القرآن من المسلمين وحفظه إياه لم تحرقه النار يوم القيامة لو ألقي فيها. هذا هو معنى الحديث كما ذكره ابن قتيبة. وهذا يعني فيه فائدة أن قراءة القرآن الكريم وحفظه وقاية للإنسان من العذاب بإذن الله تعالى، كما مر في الأحاديث الماضية. نعم، هذا الحديث أيضا من الأحاديث المشهورة المتفق عليها عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. عائشة رضي الله عنها هي بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأم المسلمين، وولدت بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بأربع سنوات، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعث ثم ولدت بعد بعثته بأربع سنوات، فهي صغيرة السن. إذن يعني لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان عمرها تسع سنوات أو أقل قليلا، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست سنين كما يذكرون، ست سنوات، ودخل بها وعمرها تسع سنوات بعد هجرته صلى الله عليه وسلم. وتوفيت رضي الله عنها ليلة الثلاثاء سنة 58 للهجرة. قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، ما معنى الماهر بالقرآن؟ قالوا الماهر بالقرآن هو الحاذق الكامل الحفظ الذي لا تشق عليه القراءة لجودة حفظه وإتقانه. فإذا هنا هو مجيد للتلاوة ومتقن للحفظ، هذا يقال له الماهر. وقوله عليه الصلاة والسلام مع السفرة الكرام البررة، السفرة هم الملائكة الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى بالسفرة الكرام البررة، وهذه منزلة عظيمة جدا لمن هو ماهر بالقرآن الكريم. وقيل أن المقصود بالسفرة هنا هم الرسل عليهم الصلاة والسلام، لكن الذي يظهر الله أعلم أن السفرة هم الملائكة الذين ذكرهم الله في القرآن الكريم، السفرة الكرام البررة، عندما قال بأيدي سفرة كرام بررة. وقوله والذي يقرأه ويتتعتع فيه، يتتعتع يعني يتردد في تلاوته لضعف حفظه أو تلاوته، فهذا له أجران، أجر على المشقة التي يعانيها وأجر على القراءة التي يقرأها. فإذا الماهر بالقرآن هو الذي يحسن تلاوته ويحسن حفظه. ويؤيده ما جاء في الرواية الأخرى في الصحيح عند البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له،
مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له فهو إلى مع السفرة الكرام البرم. طيب، وإذا لاحظوا هنا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا والذي يتتعتع فيه وهو عليه شاق، شاق له كما قلنا أجران، أجر المشقة وأجر التلاوة. وليس معنى الحديث أن الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه أعظم أجرا من الذي الماهر به، لأنه قال هنا فله أجران، فقد يظن ظان أنه أكثر أجرا من الماهر، لا، وإنما الماهر أجره عظيم وفضله عالي جدا جدا. ولذلك قال القاضي عياض وليس معناه أن الذي يتتعتع عليه له من الأجر أكثر من الماهر به، بل الماهر أفضل وأكثر أجرا لأنه مع السفرة وله أجور كثيرة، ولم يذكر هذه المنزلة لغيره، وكيف يلحق به من لم يعتني بكتاب الله تعالى وحفظه وإتقانه وكثرة تلاوته. والحديث يحث على إتقان القرآن الكريم والعناية به، ويدل أيضا على أن من يقرأه ولو كان فيه عليه مشقة ويعانيها فهو مأجور على ذلك أيضا. فأنت مأجور على كل حال، سواء كنت ماهرا متقنا أو كنت تجد مشقة وصعوبة. الحديث الثاني عشر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه وأرضاه، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة جاءت به أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 10 سنوات، وقالت يا رسول الله هذا ابني يخدمك، فرحب به النبي صلى الله عليه وسلم وبقي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات، ولذلك يسمى أو يلقب بخادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنس بن مالك الأنصاري. وأمه أم سليم، وهو من أواخر الصحابة وفاة رضي الله عنه وأرضاه. قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين، أهلين هنا جمع أهل، والأهل هم المقربون، أهل الإنسان هم المقربون منه وخاصته، وكذلك هنا أهل الله وخاصته يعني المقربين منه، وهم حفظة القرآن العاملون به، سماهم الله أهلين وهم أولياؤه المختصون به. ولذلك ابن الجزري رحمه الله في منظومته عندما قال لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان، وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي. وقوله وخاصته أي المختصون به، لما قربهم واختصهم كانوا كأهله، لإقبالهم على مدارسة القرآن وتعليمه والانقطاع له والعمل به ومدارسة ومراجعته والقيام به، فيعني كانت لهم هذه المزية العظيمة. وهذه أيها الإخوة فيها حث على إدامة القرآن الكريم ومداومة قراءته والقيام به والعمل به والتدبر، لعل الإنسان ينال هذه الفضيلة العظيمة. طيب، حديث 13، نعم، هذا تلاحظون يا شباب الأحاديث التي مرت كلها في فضل قراءة القرآن، صح؟ فضل حفظه، فضل إتقانه، فضل العم. هنا حديث سالم ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. متفق عليه. الحسد هو تمني زوال النعمة عن المحسود، هذا هو الحسد، وهو مذموم، وهو يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، ولا يقع إلا في قلب أسود. ولكن الحسد المقصود به هنا الغبطة، وهو تمني مثل ما عند الآخرين من الخير دون أن يزول عنه، بل يدعو لهم بالبركة وأن يوفقهم الله ويزيدهم، ولكن يتمنى أن ينال من الأجر ومن الفضل مثل ما آتاه الله فلان. فهذا هو الحسد المحمود في هذا الحديث. وقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن يعني علمه القرآن حفظا وإتقانا وتلاوة، فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، هذا يستحق أنه يغبط على هذه النعمة التي آتاه الله. والرجل الآخر هو الذي رزقه الله مالا واسعا فهو ينفقه في سبيل الله. وهذا طبعا نحن يعني أورده هنا لبيان فضل
قراءة القرآن وحفظ القرآن ومن آتاه الله القرآن، وأنه فعلا من الأشياء التي يستحق أن الإنسان يتمناها وينافس من أجلها. الحديث الرابع عشر، نعم، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، هنا فيه فضل حامل القرآن، فضل حامل القرآن. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله، يعني من تعظيم الله، ثلاثة أمور. واحد، إكرام ذي الشيبة المسلم، أي المسلم الذي ظهر فيه الشيب. اثنين، حامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وهذا الشاهد في الحديث، إكرام حامل القرآن الذي يحفظه ويعمل به ويتخلق بأخلاقه، هذا يسمى حامل القرآن. وإن كان يطلق حامل القرآن هنا على حافظه مطلقا، يقال له حامل القرآن سواء كان حاملا له كله أو بعضه. وقوله غير الغالي فيه والجافي عنه، يعني له غالي متطرف في تصرفاته وفي عبادته، يغلو غلوا لم يرد به الشرع، ولا جافي عنه، يعني مفرط ومقصر. الثالث قال: وإكرام ذي السلطان المقسط، يعني إكرام الوالي العادل المقسط.